ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا في فيديو جديد وحلقه جديده. والفيديو اللي احنا هنتكلم عنه النهارده او الفيلم اللي احنا هنعمله تريلر رياكشن النهارده هو فيلم من الافلام اللي انا يعني ما اعرفش يعني حاسسها ممكن تطلع حلو. يعني الفيلم ده يا اما هيبقى حلو قوي ورعب، يا اما هيبقى فيلم تحت بير السلم وكحيان يعني لا مؤاخذه. يعني من الحاجات اللي انا متوقعها او متبشر لها خير ان هو الفيلم ده من الشركات الانتاج بتاعت بلوم هاوس، واحده من اقوى شركات الافلام الرعب. بلوم هاوس من ساعه ما اتعملت يعني كميه افلام رعب بيعملوها رهيبه، بس انا اوفر اول حاسس ان مش عارف ليه. هقول لكم ليه مش عارف. الفيلم بس اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هو فيلم اسمه ايماجيناري، والفيلم ده هينزل السنه دي، هينزل في الشهر اللي احنا موجودين فيه ده، شهر مارس تقريبا 15 مارس على ما اعتقد. يعني في مصر بقى الله اعلم هينزل امتى، تقريبا هينزل بعد رمضان شكلها كده. الفيلم هو من اخراج جيف وادلو، هو نفس المخرج اللي كان عامل لنا فيلم كيك اس الجزء الثاني. وبصراحه كيك اس من الافلام الجامده جدا 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 اللي انا بحبها بصراحه. وكان مخرج فيلم برضو كان فيلم رعب، هو فيلم فانتسي ايلاند وفيلم تروث اور دير، من برضو من الافلام اللي برضو ما كانتش قد كده، بس مع ذلك برضو ايرادات الفيلمين دول كانت جامده جدا. ما شفت التريلر الاولاني بتاع الفيلم ده، يعني عارفين اللي هو يعني كنت متوقع يعني احسن، يعني خصوصا ان ده فيلم لبلوم هاوس، وبلوم هاوس زي ما قلت لكم معروفه بالافلام الرعب بتاعتها. نزل لنا الاوفيشال تريلر الثاني، ده التريلر الجديد بتاع الفيلم اللي هو ايماجيناري اوفيشال تريلر 2. وطبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، اشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. He doesn't want me to talk to you. My favorite thing is his eyes. I can see anything I can imagine it. Just because you stop believing in them. اوكي، هو الفيلم هينزل في مارس، هو مارس 8، احنا عدينا مارس اصلا 8، فهو نزل في امريكا على فكره. انا لسه اخد بالي دلوقتي نزل فيلم نزل في امريكا، بس هو لسه ما نزلش في مصر. انا ما كنتش عارف ان هو نزل في 8 في مارس في امريكا اصلا، فهو اوريدي نزل في امريكا. فلا بس حلوه الخضه اللي في الاخر دي، عجبتني بصراحه. طريقه تقديم التريلر في البدايه عجبني جدا، فكرني بلعبه الناس اللي متابعاني وانا بلعب هوم الون في قناتنا الثانيه الالعاب الرعب. بدايه التريلر فكرتني بنفس اللعبه اللي انا كنت لعبها قبل كده في الشانل الثانيه اللي اسمها بوبي بلاي تايم، نفس الدخله بالظبط، بيعرفك الضل وطريقه الفي اتش اس وطريقه الريترو والكلام ده كله. عجبني الفايبز، انا ما اعرفش ليه بس احساسي بيقول لي ان الفيلم ده مش هيبقى قد كده. يعني ما اعرفش بس احساسي بيقول لي ان الفيلم ده مش هيبقى قد كده، بس مع ذلك انا هتفرج عليه. يعني انا صراحه انا من محبين الافلام الرعب جدا جدا جدا، وبصراحه بتنشا على في اي فيلم رعب عايز اتفرج عليه، لان افلام الرعب كلها يعني انا حرفيا شفت كل حاجه. يعني فعايز اتفرج على حاجه رعب جديده، لان خصوصا الافلام الرعب بقت قليله جدا يعني الفتره اللي فاتت، فحاسس ان انا عايز اتفرج على حاجه جديده بصراحه. يعني ترقبي للفيلم ده للاسف هو مش هيبقى اكتر من 5/10. اتمنى لما اجي اتفرج على الفيلم ده يغير توقعاتي ويبقى افضل من كده بكتير، بس ما اعرفش ليه احساسي بيقول لي انه مش هيبقى حلو. ما اعرفش يعني حاسس ان هو مجرد فيلم كاش جراب، فكره معموله بربع جنيه، بس مع ذلك برضه هيجيب فلوس يعني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن فيلم ايماجيناري. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانلز التانيه اللي اسمها هوم الون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستجرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.